السلام عليكم، أهلا بكم متابعينا. اليوم سنتحدث عن المشروبات التي يتناولها البشر بشكل عام، وعلى رأسها الماء الصافي، وهو من أكثر المشروبات التي يستهلكها البشر، ويأتي بعدها المشروبات الغازية والعصائر لما لها فائدة على صحة الإنسان. واليوم سوف نتناول قائمة من أغرب المشروبات التي لن تصدق أنها موجودة في العالم. ولكن قبل البدء، لا تنسى أن تضغط زر الإعجاب بالفيديو وأكتب لنا رأيك في تلك المشروبات، ولا تنسى الاشتراك في القناة ومتابعتنا. لمحة معرفة، اكتشف ما لم تكن تعلم. صودا بول البقر. هذا المشروب لن تجده إلا في الهند، وهو مصنوع من بول البقر، وقد يبدو غريبا لأي شخص ما عدا الهنود من الديانة الهندوسية، والذين يقدسون البقرة كآلهة لهم. ومنهم طائفة تؤمن أن بول البقر له مزايا صحية عديدة في علاج الكثير من الأمراض المختلفة، وهذا يفيد من يقومون بتصنيع هذا المشروب، مما يضمن لهم مكاسب مربحة. الخمر الثلاثي. هذا المشروب هو مزيج من ثلاث مواد تم استخراجها من العضو الذكري للكلب والغزال، ويقال إن هذا المشروب له القدرة على تحسين حيوية الرجال. ويبدو أن الرياضيين الذين يجلسون لفترة طويلة في العمل يستخدمون هذا المشروب لما له من تأثير قوي على الحفاظ على قواهم البدنية وقدرتهم على التحمل. مشروب الدخان السائل. يتم إنتاج هذا المشروب في هولندا، وهو يوفر طريقة فريدة للاستمتاع بالسجائر من خلال مشروب يأتي في زجاجة سعة 275 ملي، وبه حوالي 21 سعر حراري فقط، وتستطيع أن تتذوق منه طعماً قوياً للسجائر. ومن المتوقع أن يحل هذا المشروب محل السجائر أو يقلل عدد التدخين بنسبة كبيرة. ويقال أن هذا المشروب حظي بشعبية كبيرة في هولندا، وقد تم إصداره أيضاً في المملكة المتحدة عام 2008 كوسيلة لمساعدة المدخنين على الإقلاع عن هذه العادة باستخدام البديل الذي لا يحتوي على النيكوتين السام الموجود في السجائر بمختلف أنواعها. مشروب السحالي. هذا المشروب من اسمه الذي قد يسبب لك صدمة، هو عبارة عن خمر مغمور فيه حوالي ثلاثة سحالي بأحجام مختلفة، وأحيانا تكون لا زالت حية، مما يزيد شعورك بالإشمئزاز. ويقال أن الشعب الصيني القديم يعتقد بأن مثل تلك المشروبات لها القدرة على الحماية من الأرواح الشريرة. لعاب الثعبان. هو مشروب كحولي يتم تصنيعه عن طريق مزيج الثعبان في نبيذ الأرز أو القمح، وذلك عن طريق ترك الثعبان يتحلل ويذوب داخل الكحول بعد أن تم استخراج السموم منه. ويقال أن له فوائد علاجية في علاج البصر من حيث قصر النظر، وكذلك علاج تساقط الشعر، وتم الترويج له في فيتنام. تم تسجيل هذا المشروب في الصين لأول مرة خلال حكم الأسرة الحاكمة من عام 1040 إلى 770 قبل الميلاد. أما المشروب التقليدي الذي ما زال يتم تداوله حتى الآن، ويعتقد أنه له أثر على استرجاع نضارة البشرة والحفاظ عليها، منتشر في مناطق مختلفة من الهند والصين وفيتنام ومناطق أخرى في جنوب شرق آسيا، وينقسم إلى نوعين. الأول يتم تناوله بعد شهور من إعداده، وهو عبارة عن تحلل الثعبان داخل الكحول ثم خلط المزيج مع أعشاب لها القدرة على إيقاف مفعول السم، والثاني هو خلط دم الثعبان المتدفق من معدته مع الكحول مباشرة. العنب والغزلان. يستهلك الرياضيون الصينيون في ألعابهم أجزاء من جسد الغزال لزيادة قدرتهم على التحمل، وفي التسعينيات ظهر مدرب صيني قدم رقما قياسيا في الألعاب، وكان السبب أنه يتناول الفطر مع دم اليرقات مع بعض من جسد الغزال، حيث أن تناول الهرمونات ممنوع في ممارسة الألعاب الرياضية، أما تلك الوصفة فلها مفعول السحر في زيادة القدرة على التحمل. شاي الباندا. قدم معلم في جامعة الصين طريقة لزراعة نبات الشاي بشكل يزيد من قيمته الغذائية، وهو أن يتم زراعة الشاي في رث حيوان الباندا. ومن المعروف أن الدببة تستفيد بنسبة 30% فقط من غذائها، والبقية تذهب إلى الفضلات، لذا سيكون من المفيد زراعة الشاي في أرض مخصبة برث الباندا. عصير الضفدع. كل بلد له ميراثه الثقافي الخاص به، ويعتقد سكان بيرو أن بعض المشروبات لها القدرة على علاج العجز الجنسي وزيادة الإثارة الجنسية،
ومنها هذا المشروب الغريب المصنوع من ماء الضفادع عن طريق استخراج الحيوانات المنوية من ذكر الضفدع بعد قتله، وخلطها مع مرق الفاصوليا الساخنة مع الصبار ينتج سائلا أخضر اللون، يقال أن له فوائد في علاج انسدادات الشعب الهوائية وكذلك زيادة القدرة الجنسية لدى الرجال. ولكن الاتحاد الدولي يقاوم هذا المشروب لسبب أنه يهدد نوع الضفدع المستخدم فيه بالانقراض. المشيمة 1000، وهي المكان المخصص داخل رحم الأم لحفظ الجنين حيا سليما يتغذى من خلال الحبل السري عن طريق وصول الدم محملا له بالغذاء والأكسجين من الأم، وكذلك التخلص من فضلة الجنين وثاني أكسيد الكربون. تم إنتاج هذا المشروب في عام 2008، وهو يتكون من مشيمة الأم ولكن من حيوان الخنزير، ويعتقد أن له تأثير على تجدد خلايا الجسم وخاصة فيما يتعلق بالجمال. ويباع هذا المشروب عادة في عبوة من 1000 ملي، ومنه عبوة جامبو من 4000 ملي، وتهتم النساء باستخدامه كبديل لعلاجات التجميل، ولكن هذا المشروب ليس حلالا عند المسلمين وهو الأفضل. كوكتيل الفواكه مع أصبع إنسان. هذا المشروب يتم إعداده من مزيج من الفواكه اللذيذة والصحية كالتوت والفراولة والتين والبطيخ، ويوضع به عظم أصبع إنسان تم الاحتفاظ بها خصيصا لهذا الغرض. نبيذ طيور النورس. يصنع هذا المشروب من وضع طيور النورس داخل أواني النبيذ بعد موتها، أو وضع أواني مياه على الشواطئ التي تتجمع عندها الطيور حتى تقع بداخلها ثم يتم نقلها، ولكن البعض يقول أن هذا غير صحيح ولا يوجد مشروب بهذا الشكل، ولكن هناك أناس يقولون أنهم يتناولون من هذا المشروب. إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة. شكرا لكم، مع السلامة.